مكبر الاستطاعة. الغاية من التجربة فهم وتحليل آلية عمل مكبر الاستطاعة والصنف A والصنف B والصنف AB، تنفيذ ومحاكاة دارات عملية لمكبرات الاستطاعة من الأصناف السابقة. يعرف مكبر الاستطاعة بأن دارة ترانزستورات تعمل على تكبير استطاعة إشارة الدخل اللي بتكون عبارة عن إشارة جهد أو تيار فقط من خلال العمل بنمط الإشارة الكبيرة. نقصد بالعمل بنمط الإشارة الكبيرة أن الترانزستور بيعمل على كامل خط الحمل الساكن من منطقة القطع إلى منطقة الإشباع، بالتالي بينتج تغيرات كبيرة بتيارات وجهود الحمل. يستخدم مكبر الاستطاعة قبل الهواء الإرسال لزيادة استطاعة الإشارة المرسل وبالتالي زيادة مسافة الإرسال، بالإضافة إلى استخدام ورقيات السبيكرات بالنظم الصوتي. يتصنف مكبر الاستطاعة تبعا لتغير تيار خرج الترانزستور مع تغير إشارة الدخل. المكبر الصنف A يتم تصميم دارة انحياز ترانزستور بحيث تكون نقطة العمل بمنتصف خط الحمل الساكن، بالتالي بيستجيب خرج الترانزستور للتغيرات الموجبة والسالبة بإشارة الدخل، بينما بمكبر الصنف B تكون نقطة العمل بمنطقة القطع، بالتالي بيستجيب خرج الترانزستور لتغيرات النصف الموجب أو السالب فقط من موجة الدخل الجيبية. المكبر الهجين صنف AB بتكون نقطة العمل بين منطقة القطع والمنطقة الفعالة، وراح يستجيب خرج الترانزستور لتغيرات النصف الموجب وجزء صغير من تغيرات النصف السالب. يتم وصف خصائص مكبر الاستطاعة من خلال ثلاث معاملات أساسية. المعامل الأول هو ربح الاستطاعة، بتعرف بأن نسبة الاستطاعة المسلمة للحمل إلى استطاعة إشارة الدخل. المعامل الثاني هو التشويه، مثل ما شفنا بمكبر الصنف B تكون نقطة العمل بمنطقة القطع، بالتالي راح يستهلك ترانزستور جزء من إشارة الدخل لتحقيق انحياز وسط القاعدة بعد. بينتج عن هذا تشويه بإشارة الخرج مثل المبين بالشكل واللي بيدعى تشويه التوافقي. المعامل الثالث هو مردود المكبر، بيتعرف بأنه نسبة الاستطاعة المسلمة للحمل إلى الاستطاعة المستمرة المسحوبة من وحدة التغذية. بيبين الجدول القيم النظرية لمردود مكبر الاستطاعة من الصنف A والصنف B والصنف AB. الإجراء التجريبي عبارة عن عمل محاكاة لدارات الأصناف الثلاثة من المكبر. بكل دارة راح تتضمن المحاكاة مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى نقوم بتحديد نقطة العمل ونستنتج إذا كان المكبر بيستهلك استطاعة بحال عدم تطبيق إشارة الدخل. المرحلة الثانية نقوم بتطبيق إشارة الدخل جيبية ونشوف إذا حدث تشوه بالإشارة، بالإضافة لقياس مردود هذه الدارة. بالنسبة للدارة الأولى، دارة مكبر استطاعة صنف A، طبعا هي دارة مكبر باعث مشترك اللي بنعرفها. المرحلة الأولى من المحاكاة نقوم بتشغيل الدارة من خلال مقياس التيار الموصول إلى مقاومة المجمع، نقيس التيار المجمع IC من خلال مقياس أو باستخدام مقياس الفولت الموصول بين النقطتين المجمع والباعث، نحدد جهد VCE. طبعا نلاحظ أنه هاي الدارة تستهلك استطاعة، بعد هون في إله قيمة للتيار IC حتى بحال عدم تطبيق إشارة الدخل جيبية. وهي من مساوئ مكبر الاستطاعة من الصنفين. بالمرحلة الثانية نقوم بتطبيق إشارة الدخل جيبية، طبعا هي إشارة مثل ما نحن محددين ترددها 100 هرتز على مدخل، نوصل القناة الأولى للراسب على خارج دارة الترانزستور. طبعا نشغل هاي الدارة. طبعا نحن هون راح نغير مطال إشارة الدخل، أول شيء بكون مضبوط على 700 ملي فولت، نغيره نلاحظ عم يزداد مطال هاي الإشارة، عم يزداد مطال إشارة الخرج، بيزداد مطال إشارة الدخل. نحن بنضلنا نغيره لحتى نوصل لقيمة بيزداد فيها المطال لكن دون حدوث قص أو تشويه. نشوف هون إذا طبقنا في 900 ملي فولت نلاحظ الإشارة الجيبية تشوهت عند تقريبا 250 ملي فولت، يحدث أعظم تكبير أو أعظم قيمة لمطال إشارة الخرج بدون تشويه. نشوفها بالتردد ونلاحظ أنه هي عبارة عن موجة جيبية
عن التردد إشارة الدخل. من قائمة القياسات الآلية القائمة المجر، طبعا نختار القناة سورس شانل 1، نوع القياس من مطال من القمة للقمة، نحدد مطال من القمة للقمة. طبعا نحن اللي بدنا نستخدمه هو مطال القمة، مشان هيك هي القيمة مقسمة على 2. نشوف نص التجربي، نحدد الاستطاعة المسلمة من الحمل، نشوف المعادلة الموجودة بنص التجربي. الاستطاعة المسلمة من الحمل هي مربع قيمة المطال الأعظم للإشارة، الجهد الأعظم للإشارة على ضعفي الـ RL. طبعا الـ VBT القيمة اللي قسناها بالراسة، الـ RL هي الموجودة مقاومة الحمل اللي قيمتها 1 كيلو. طبعا في شيء بدي نوه عليه، بتمنى الانتباه للواحدات. فهون الاي سي مثل ما عطينا هون 6.65 ميلي امبير، فهي متعوض مثلا باول معادله، لازم انتبه لهذا الشيء انه انت القيمه راح تطلع معك بالميلي. نحسب المردود طبعا بي لود، هي القيمه اللي قسناها، البي دي سي او الاستطاعه المستجره من وحده التغذيه نحصل عليها، اي في الجهد المستمر للتغذية ضرب قيمة الاي سي اللي احنا حصلنا عليها. الدارة الثانية هي دارة مكبر دفع جو اللي بتكونوا دارسينها بالنظري. المرحلة الأولى من المحاكاة نقوم بتشغيل الدارة، نلاحظ مقياس التيار اللي بقص لي اي سي الموصول على المجمع قيمته 0، بينما مقياس الجهد اللي عم يقيس جهد المجمع بعد قيمته تقريبا 14.9 فولت، تقريبا قيمة وحدة التغذية. طبعا الترانزستور هون عم يشتغل بمنطقة القطع، مشان هيك هو ما راح يستهلك استطاعة، يعني قيمة التيار اي سي بتكون 0 في حال عدم تطبيق اشارة دخل. نضبط منبع مولد الترددات، نوصله للمدخل، نوصل الخرج للقناة الأولى للراسة، طبعا نرجع نشغل الدارة نفس الطريقة، نغير مطال إشارة الدخل تقريبا عند 16.5 فولت قيمة المطال الأعظم لإشارة الدخل، يحدث أعظم قيمة لمطال إشارة الخرج دون قص. نشوف الإشارة بالتردد، نلاحظ وجود توافقيات، توافقيات اللي هي مضاعفات تردد إشارة الدخل، طبعا هاي بينتج عن وجود تشويه تقاطع، مثل ما ذكرنا بالقسم النظري من شرح التجربة إنه إشارة الدخل راح تستهلك جزء من، يعني هاي الدارة راح تستهلك جزء من إشارة الدخل لتحقيق انحياز وسط القاعد بعيد. من القائم المجر بنحدد المطال من القمة للقمة، طبعا نحن بس بنستخدم جي بي، ومن المعادلة البي لود بي بي مربع على 2 ار ال نحسب الاستطاعة المسلمة للحمل. طبعا لحساب المردود انا بدي البي دي سي او الاستطاعة المسحوبة من وحدة التغذية. هون قيمة الفي، بس في شيء لازم ننبه له انه هي قيمة الاي سي بسهولة، هي القيمة اللي بيعطيني اياها مقياس التيار نصعوها بشكل مباشر، بس قيمة الفي هي ضعفين وحدة التغذية، يعني 15 زائد 15 هي 30، وليس بتاخذ بس، لأنه هون أنا عندي بطاريتين أنا وصلت. بنفس الطريقة مكبر الصنف AB بنحدد نشغل المرحلة الأولى من التجربة، بس هون لازم نلاحظ مقياس التيار الموصول لمجمع الترانزستور يعطيني بشكل مباشر قيمة الاي سي، ومقياس الجهد الموصول الى بين المجمع والباعث بيعطيني قيمة الجهد في سي اي. طبعا هون هو ما بكون بقيمة، تكون نقطة العمل هون بين منطقة القطع والمنطقة الفعالة. كان بنفس الطريقة بنحدد نقوم بتطبيق إشارة الشارع على المدخل، نقوم بتطبيق إشارة الخارج. بس هون لازم ننتبه لشغلة،
طبعا هون تقريبا عند 16 فولت بنلاحظ بس نطبق إشارة الدخل 16 فولت بنشوف إشارة الخرج كموجة جاذبية أعظم موجة جاذبية بدون تشويه. طبعا هون بيكون بنلاحظ في توافقيات إذا شفناها بالتردد أو تحويل فوريه إلى الإشارة بنلاحظ وجود توافقيات لمضاعفات تردد إشارة الدخل، لكن هي التوافقيات تنتج كمان عن التشويه التقاطعي لكن بهذا الصنف من المكبرات بتكون أقل. طبعا هون تقليل التشويه بيتم على حساب استهلاك استطاعة مثل ما شفنا نقطة العمل ما بتكون هي بمنطقة القطع بشكل كامل، مثل هون بتكون الاي سي صفر، اما هون لا رح نلاقي في وجود استهلاك للاي سي حتى بدون تطبيق اشارة الدخل. بس نفس الطريقة كمان من القائمة المجر بنحدد مخرج الشمل 1 نوع اللي بدي اقيسه والمطالب من القمة للقمة ونحسب الاستطاعة المسلمة للحمل. كمان نفس الشيء لاحسب المردود بدي الاستطاعة المسحوبة من وحدة التغذية هي في بي اي، في هي 15 زائد 15 30. الاي هون طبعا تيار المسحوب من وحدة التغذية راح يتقسم لتيار بمر بشبكة المقاومات وتيار بمر الدارك ترانزستور، مشان هيك انا حاطط التيار مقياس التيار الاي دي سي اللي بيسحب من وحده التغذيه حاطه لاعلى الداره. طبعا من هون انا راح احصل على قيمه الاي دي سي وبحسب الاستطاعه المسحوب من وحده التغذيه ثم نقوم بحساب المردود. التطويرات المستقبليه هي تصميم ومحاكاة إدارات مكبرات الاستطاعة المستخدمة بالاتصالات اللي تكون من أصناف من الصنف F أو الصنف E أو الصنف D، تنفيذ دارات عملية لمكبرات الاستطاعة الصوتية أو المستخدمة بالنظم الصوتي. بالنهاية بتشكركم، بتشكر حسن استماعكم.